الخيانة مهما ستر عليها في مجموعة من المؤشرات في الشخص وفي عاداته واللي يعني زوجته عايشة معه وتقلبات صحيح. تشير إلى وجود الخلل. هنا السؤال، ما هي العلامات أو نقول التقلبات التي يمكن ملاحظتها في الشريك الخائن واكتشاف ذلك بأنه مثلاً لديه علاقات مع فتيات أخريات أو لديها علاقات مع رجال؟ هن تغير وتحولات في الحياة الطبيعية، يعني مثلاً طبعاً سواء عند المرأة أو عند الرجل. نعم. البرود الجنسي وعدم الاهتمام به بشكل منظم، هذا تحول دائما ما يعزى الى بالزبط. لا بالضبط، هو في عنده انشغال اخر، انه يجلس في البيت وقت اطول هو بصير يخرج اكثر، ممكن بيقضي وقت كثير هو بلبس مثلا موديلات جديده بغير بي الاهتمام نقول المبالغ فيه. بالضبط. هلا هذا الحكي مرات بهم للبيت يحاول يفتعل مشاكل مع زوجته او العكس، من ولا شيء بده مشكله بده كذا، لاحظي كيف بيفتعل مشاكل مرات مثلا بسيء معامله اولاده، هاي نقطة. مصروفه عالي بصير كثير، يعني أعلى ضعفين من مصروف البيت الحقيقي. نعم. هلأ ممكن يصير العكس، يهتم اهتمام مبالغ فيه بالزوجة؟ نعم، حتى يبعد أصابع الاتهام بالضبط عن... على الخيانة. وكل المؤشرات بالنسبة للزوجة، لأنها هي أتصور الزوجة أيا كانت لديها مستوى من الذكاء يقودها إلى اكتشاف خيانة زوجها. لا يوجد زوجة غبية عدم المؤاخذة. يعني من الطبيعي بأنها تكتشف بين زوجها في بحياته امرأة أخرى. هذا الاكتشاف إلا إذا حبت تتغافل فهذا شيء يرجع إلها، لكن لا يعني غبائها. صحيح. هلأ التغافل موضوع يعني قد نقول مش دائما، بس ولكن مرات ما بيكون معها خيوط حقيقية، وبالتالي هو ممكن لا يتقبل أي اتهامات أو مؤشرات عليه. طبعا ثقة، أمان، رابطة أسرية، الأمان. نعم، زلزلها. هل يمكن استعادتهم بعد الخيانة؟ هسا الموضوع هذا اللي بتحكي عنه ليس بالسهل، وكثير من الناس بيقول لك مثلا انسى بترجع المية لمصافيها والأمور تمام. طبعا هذا الحكي لا، بدها تمر هاي بمراحل. أول إشي بده يصير عنده هو تقبل سواء المرأة أو الرجل لفكرة واعتراف إنه حصل خيانة، كيف حصلت وليش حصلت، يعني يصير في مصارحة كاملة. بالضبط، عشان النقاط اللي حصلت بسببها يحاول الطرف الآخر يقومها. هلأ بده يشوف بعد ذلك، يسموها المرحلة الأولى إنه تقبل الآن الخيانة. طيب دكتور، هذا موضوع قبل أن ننتقل للمرحلة الثانية، المكاشفة والمصارحة ممكن تكون مؤذية لمشاعر الآخر. أنا لما أطلع على تفاصيل خيانته فهذا رح يزيد من مشاعر الغضب الموجودة في داخلي. صحيح 100%، لأنه هذا شو بيحكوا له؟ بيحكوا إنه دائماً الإنسان لما يكون مثلاً هو بيحب زوجته كثير مثلاً، صح؟ نعم. ولا لا؟ فهذا الماضي اللي هو بيحبها فيه كثير، لما هو اكتشف الخيانة الآن، يعني في ناس بطلب منه إنه أنت الآن حبك القديم إلها يغفر للأشياء القادمة. لا، الإنسان دائماً ينظر إلى المستقبل، وعند الأحباب والعلاقات الزوجية الماضي لا يغفر وإنما يزيد الأمر سوءا، لأنه حبه إلها بصير يترجم لغضب أكثر، وبالتالي بصير استعادات تصورية لمواقف الخيانة. لكن يجب أن يكون هنالك شيء يسمى المسامحة بين الزوجين والغفران. وللعلم من خصائص الزوجة والأنثى إنه في عندها مساحات للمسامحة أكثر، وإعطاء الفرص مش إشي سلبي. مرات في فرص أعطيت قامت بأسرة قويمة، أسرة جميلة جداً، حافظت على أطفالها، حافظت على الأسرة الممتدة اللي تابع إلها، حافظت على الاستقرار، خلينا نقول الأسري اللي هم بيعيشوا فيه، وبالتالي الأمر ليس بالسهل.